الشن جسم الانرجي. انا عملت بوزز، عملت الهيد بتاعت البامب، عملت حاجات كتير. الفروت بتاعت برنولي، انت عندك فروت كده عشان معدل برنولي اللي هو اللبنر فلو، اللي هو مفيش عمال تاثير الفسكوستي، حاجات كتيره جدا عمال تاثير النص. كل الحاجات دي او الخمسه اسامبشن دي لازم تكون عارفها كويس، او الاربعه اسامبشن اللي هم صفحه رقم واحد شابتر 6 فروت برنولي دي. فاذا برنولي هو حاله خاصه من الانرجي ايكويشن. لكن لو احنا بنتكلم شابتر 5 او اقدر استفيد تطبيقات برنولي ايه؟ برضه هنا في انرجي بس مضغمه يعني ما بانتش قوي، فاعتبرناها ممكن تطبيق من تطبيقات برنولي. ان انا اقيس الفلوريت اللي ماشي في حاجه اسمها البنشور. البنشور ده احد اجهزه قياس الفلوريت. الفلوريت اللي طبعا احنا عارفينه وحدته اللي هو كيو. هو هنا بيقول لي ديديوس فلوريت فورمولا، استخدم او استنتج معدل الفلوريت باستخدام البنشور اللي هو بقى طبعا بنشور ميتر يكفيك الكلمه، يكفيك كلمه بنشوري عشان انت تبقى عارف ان الشكل يكون ايه. الشكل طبعا هيكون فيه ديامتر كبير وديامتر صغير، وهجيب انا مانومتر اقيس الضغوط عن طريق المانومتر. بس عايز اوضح لك ان المانومتر دايما بتقيس ايه؟ الستاتيك بريشر، السوائل الساكنه. طيب فبنختار دايما نقطه واحد اللي هي عند الدايمتر الكبير، والنقطه اثنين عند الخانقه الصغيره دي هي اثنين. احسب الفلوريت ازاي يا شباب؟ استخدام برنولي طبيعي. هبدا الاثبات من هنا ان الفلوريت ما هو الا الاريا بالفي. ده اسمه الثيوريتيكال النظري، لكن مش الميجر، مش ده اللي هقيسه. القيمة اللي هقيسها أقل شوية من ده. أقل بقيمة اسمها كوفيشنت اوف بنشوري اللي هو السي في. طبعا السي في ده يتوقف على نزولة الراجل دوت ومدى جودة التصنيع بتاعه، يعني حاجات كده. لكن ده السريت الأكشوال الميجرد بقى اللي أنا هقيسه طبعا بتاخده ميجرمنت صح؟ يبقى الأكشوال هو أكيد أقل شوية من قيمة السريت كان بمقدار هنسميه السي في. ده كوفيشنت ثابت ومفروض نكون عارفينه البنشوري أو بيطلع من خرايط أو من جداول. الراجل اللي هو السي في دوت في الأريا في الدروس من حق هنا اخد الاريا 1 في الفلوستي 1 او الاريا 2 في الفلوستي 2 طبقا لكونتينيوتي الاثنين ايكوال صح كده؟ ده انا كمان اقدر استفيد حاجه ان انا متاكد دلوقتي ان البي 2 هي الديامتر الكبير على الديامتر الصغير تربيع في البي 1 ده طبقا لكونتينيوتي. هبرز الراجل الطيب ده بس مش هقدر استفيد من الكونتينيوتي حاجه ثانيه. طيب المجهول ايه ده؟ انت كده عايز السرعه ومش معايا، بس في معادله ثانيه بيدخل فيها السرعه اللي هي معدل برنولي. اطبق برنولي بين النقطتين ويبقى كده. اقول له برنولي بتوين 1 اند 2 يطلع ان البي بتاع 1 على جاما الفلويد بلس بي 1 سكوير على 2 جي بلس الزد رقم 1 تتساوى مع البي 2 على جاما الفلويد زائد بي 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. طبعا طبقا لبرنولي مش هحط نص، مش قيمه النص دي. بنكتشف ان البوينت 1 2 على نفس الداتا، يعني لو خدت انا ده داتا يطلع ان الزد صفار، ده معناها ان خدت دي كده صفار لانها داتا، حكيت في كده. البي 1 ناقص بي 2 على جاما الفلويد في سايد هتتساوى مع البي 2 سكوير ناقص البي 1 سكوير على 2 جي، وكاني هنسمي دي دلتا بي على جاما الفلويد لما اضربها في الاثنين جي المفروض تتساوى مع ايه بقى يا شباب؟ الدي كابتن على الدي سمول اس 4 ناقص الواحد في البي 1 تربيع. يعني شلت البي 2 حطيت المعادله ايه؟ يعني هنقول دي كده ايكويشن واحد يا سيدي، ما تعالش نفسك. طبعا دي هتيجي من ايكويشن واحد. وكان البي 1 اللي انت عايزها ما هي الا ان الدلتا بي في ال 2 جي على جاما الفلويد مقسومه طبعا على مين يا شباب؟ الدي كابتن على الدي سمول اس 4 ناقص واحد. بس ايه ده مش بس كده، ده تحت كده ده البي 1. طب ولا حاجه اوريدي الفلويد اللي ماشي هنا انا بتكلم ان ده الفلويد، فاوريدي الجاما بتاعت الفلويد معايا. تعال نشوف البارامتر اللي معايا. الدي كابتن والدي سمول مفيش كلام، الجي كمان، يبقى هي بس مشكلتي في مين؟ عشان كده عملنا ايه لقياسه؟ المانويل. هوقف لحد هنا واروح قايلين ايه؟ باستخدام معادله المانويل. لكن لو انا قدرت احصل على الدلتا بي كفانكشن الاتش بتاعت الزئبق والكلام ده انا خلصت، لان الاتش دي اوريدي استهلك. فازاي اطبق المعادله بتاعت الراجل ده؟ بص يا شباب الاسود اللي انا عامله لك بارتفاع اتش ده الزئبق. الابيض ده اللي هو من اول هنا لحد هنا ده مش هواء، ده الليكويد اللي ماشي، ده الفلويد. عندي فيها مشكله شويه. لو طبقنا المعادله بتسميه القيمه دي كده مثلا اكس، هنسميها اكس كده، ده بينك وبين نفسك كده ان الحته دي كده اكس.
فالمانومتر متر نازل لك مع طالع 10 صح؟ يبقى هنبدا كده بي 1 في بتاع جوينت 1 اللي هي دي اهي البي 1 نازل صح؟ اجمع ولا اقرا؟ يبقى ضمن فلويد في مين؟ اللي هو ايه دلوقتي؟ طبقا لما فرق اتش زائد الاكس في الحقيقه طب يعني ممكن تعملها انت مره واحده بس اقول لك الترتيب بتاعها جه منين؟ طيب هوصل لهنا ده يهمني في حاجه؟ بقيت هنا دلوقتي طالع ولا يبقى ناقص؟ اللي هو مصدر بق في مين؟ كلام جميل ناقص ضمن فلويد في الاكس المفروض اول ما اوصل هنا اكتب يساوي قيمه الضغط هنا يعني يساوي بي 2 وكان البي 1 ناقص البي 2 ده باكج اللي هو الدلتا بي اللي بدور عليه ودي بقى دول الناحيه الثانيه كده يبقى جاما الزئبق في الاتش زائد جاما الفلويد مهما كان هو ايه في الاكس ناقص جاما الفلويد في الاتش ناقص جاما الفلويد في الاكس ولا ايه رايك؟ فهنكتشف ان الاكس اللي انا فرضتها اصلا مشيت في المعادله بس فرضتها لك عشان ااكد لك ان المعادله ان هي هتطلع كده ان الدلتا بي ما هي الا ايه؟ جاما الزئبق ناقص جاما الفلويد في قيمه الاتش اللي اتقاست دي لان الاكس دي الايه؟ غير مؤثره ادي الدلتا بي يا شباب بس يا عم متشكرين لو سمينا دي ايكويشن 2 اقول له سبستيشنال ان ايكويشن 2 فنحصل منها على مين؟ البي 1 بتساوي صح؟ ادي كده ايه اثبات التطبيق باستخدام الفيتشوينج ماشي يبقى ده احد تطبيقات برنول البسيطه يعني ايه ممكن ده يبقى يعني حاجه للطبقه النظريه تسلم لكن لازم تسلم حاجه ضمن التسليمات الاخيره دي.
دي واحد. ثانيا في ناس ما حضرتش الجزء الاولاني، ما كتبتش على الورقه ان هي ما حضرتش الجزء الاولاني، صح؟ حد كده؟ حد منكم كده؟ طبعا انتوا مش مقياس الدفعه، ده ممكن ما يبانش فيه الناس اللي عملت كده، لكن حد يا شباب كان ما امتحنش الجزء الاولاني ودخل امتحن الثاني بس، او العكس امتحن الاولاني والثاني لا وما قاليش، ما ادانيش اي فيدباك على الورقه انه لم يحضر الجزء ده او ده؟ الناس دي لازم عليك كده. عامه المدرجات تنزل لك تبقى عارف انت عملت ايه وهتجيلي، بس انا بقول لك يعني قبل ما تجيلي انت عارف انت عامل ايه. فيا باشمهندسين اللي ما سلمش الريبورتس، ما سلمش الريبورتس دي حاجه من الحاجات اللي ايه لازم تاخد بالك منها. رقم اثنين اللي حضر كويست واحد حضر وما قاليش ان هو ما حضرش الاولاني الثاني، قال ما قالش ايه ولا لا ماشي الحال. فلما الدرجات تنزل لك لازم تجيب اللي ليه درجات بالثلاثه عجبته او ما عجبتوش فده حقه وزياده مرتين ثلاثه فما يجيش، لكن اللي مالهوش اللي ما لقاوش ليه حاجه مثلا ريبورت مالوش درجه جزء واحد مالوش جزء اثنين مالوش هو ده ليه. خلاص يعني لو تتواصلوا مع زمايلكم فده هيكون الكلام. اللي ليه ثلاثه مهما كان هم ايه ما يسالش ان واحد ازيد من حقه، تأكد ان هو مثلا زي اربع خمس درجات على طول. اتاكد من كده 100% لو جه راجع هيلاقي اقل من كده بكتير. ده بلس لا ابدا ده بلس اللي يجي هو ايه؟ اللي بيتسقط حاجه. مش بيديني البيجيت برقم كويس قوي يعني بيديني السرعه بتاعت الكمبيوتر. انت لما بيبقى في بيجيت يا شباب فخلاص يعني بستنتج ان هي فاكهه الاتموسفير وبعتبر ان قيمه الضغط طيب. في يوتيوب مانوميتر بيقول لي يوتيوب مانوميتر عشان يقيس البريشر، والتاني هايت اتش من زئبق طلع لي ارتفاع كده من زئبق. كمان بيقول لي ان في فريكشن لوسز، في لوسز هنا يعني هنا معدل برنولي اه بس في لوسز يبقى دي ما بقتش برنولي كامله بقت نيكس. ولوسز بتوين النوزل اند المانوميتر 1.75% متر مفيش كلام ان ايه اتش لوسز بتساوي 1.75% متر. كل اللي طالبه منك ايه يا باشمهندس؟ طالب الفلويد بكام؟ طبعا الفلويد معدلته بسيطه قوي سوليوشن اهو، قول بس الكونسيبت بتاعتها سوليوشن. الفلويد رقم واحد هو الاريا في الفلوستي، اي اريا في السيستم واي فلوستي عندها هو انا عارف الاريا ايه. هنا عندي مديني الدانتر ومديني الفي جيت، فاقدر اقول والله يبقى ده كده الاريا جيت في الفي جيت. الجيت معناها ايه؟ اندفاع مثلا مش الحال، نفاس حاجه نفاسه مش الحال. جيت معناها انه خارج بسرعه عاليه لدرجه انه هيقطع ديستانس كويسه، فبلس ان هو خارج الاتموسفير ممكن ده معناه. طيب كمان بلس ان معلومه الجيت دي بتتقال لما يكون خارج من نقطه صغير دايمتر صغير. الاريا دي اللي هي باي على 4 دايمتر جيفن تربيع في البي جيت والبي جيت جيفن. حسبنا الفلوريد فاكر المطلوب الاول الحمد لله. طيب المطلوب الثاني طالب الاتش بتاعت المانوميتر دي كام؟ قيمه الاتش في المانوميتر وكام الاتش دي؟ طبيعي ما فيش في دماغي اي اتش في مانوميتر غير لما احسب البريشرات. طب وما فيش معادله في الفلود اللي بيتحرك فيها بريشر غير الانرجي او الحاله العامه منها او الحاله الخاصه منها اللي هي برنولي. طب اختار النقطه دايما لما يديك مانوميتر بقى خد النقط فوق المانوميتر ادي بوينت 1 عشان يبقى سهل ربطها بالمانوميتر. ثم البوينت ايه؟ ثم البوينت 2 اللي هي ايه؟ اللي هي ماشي الحال؟ في هنا شويه تحفظات كتير قوي بس مش عليك ملهاش دعوه. طب الاتش هقول له كده افضل المعدل بين بي 1 على جاما الفلويد مهما كان اللي ماشي وير ولا ووتر فلويد بلس في 1 سكوير على 2 جي بلس زد 1 هيتساوى مع بي 2 على جاما الفلويد بلس بي 2 سكوير على 2 جي بلس زد هنا في لوس هحط لوس
خارج الاتموسفير وهي مش هتستلم استلام لك كام مره، خارج الاتموسفير صفر. طيب مش عايز احطه بصفر، خدته توتال، خدته توتال، خدته قيمه الاتموسفير 101.3. انا مش زعلان، بس السايد التاني تاخد البي 1 توتال. يعني ايه توتال؟ يعني لو هتربطه بمانومتر يبقى لما يكون المانومتر السطح معرض للاتموسفير ما تقولش انه صفر، تاخد قيمه الاتموسفير. ده كونسيبت المعادله، لكن ما اشترطش عليك هو حاجه. انت خدت توتال تلتزم ان السايد التاني توتال، خدت جيتش تلتزم ان السايد التاني جيتش. فاحنا خدناها جيتش ليه؟ عشان برضه المانومتر اللي هنا مفتوح للاتموسفير فاقول ان قيمته بصفر ولا كام. طيب الراجل الطيب ده اللي هو البي، ده البي جيت سكوير على 2 جي، ودي معايا في الحقيقه. الزد بتاعت 2 بقى اه هنا مفيش اليفيشن، يعني ما ادانيش حاجه اسمها اليفيشن، وبالتالي لازم اختار جيتا. في حاله اختيار نقطتين، اختيار الديتا ما بينهم از يو لايك، انت حر. لكن النقطة اللي هتاخدها ديتا الزد بتاعتها بصفر. والتانية يا بوست في قيمة يا نيجاتيف قيمة. فلو أنا خدت إن واحد ديتا، واحد ديتا، زد واحد دايركت بقى بصفر. واتنين أنت بتقيس فوق الديتا ولا تحت؟ يبقى بوست في القيمة دي. سي إن أنت رخم وخدت اتنين ديتا زعلانين منك. بس زد اتنين بقت لا يا رب، زد اتنين صفر لأنها الديتا، وواحد اللي بقت سالب يبقى يا باشمهندس أنت حر في اختيار الديتا لكن تلتزم بالبوست في النيجاتيف بتاعك. فلو انا خدت ان ده صفر حجتي فيه ان انا ديتا خلاص كده نهي، ده صفر ليه ديتا؟ هيبقى دايركت الزد 2 بكام؟ بالمسافه اللي هي 6.2 بوست طبعا لانها فوق الديتا. طبعا كان مديني اللوسز 1.6 خلاص حطينا ايه 1.6 ولا كام؟ لا هو 1.7. طيب ما علينا بس ماشي. البي 1 ده اللي انا ما اعرفوش في الحقيقه، بي 1 على جاما فلويد، لكن السرعه رقم 1 اعرفها منين؟ من الفلويد عاديه بتاعت 1 او اريا 1 في الفلوستي 1 تتساوى مع اريا 2 في الفلوستي 2 واحسب الفلوستي ايه؟ 1 لان الدايمتر مختلفه. طبعا دي زائد صفر. المجهول الوحيد هو البي 1 على جاما الفلويد. والله ممكن تسيبها كده، يعني زعلانين منك لو سبتها كده. بي 1 على جاما الفلويد مفيش مشكله. كذا متر طبعا وحدتها. اول ما اوصل للقيمه دي هعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ هربط بقى القيمه دي بالمانومتر لان هو عاوز قيمه الاتش دي. هروح قايل له بقى معادله المانومتر. اه يبقى البي 1 زائد انا نازل صح؟ نازل كام بقى؟ نازل كام؟ نازل جاما فلويد في ال 1.6 بقيت هنا دي تهمني؟ اكني بقيت هنا دلوقتي نازل ولا طالع؟ ناقص جاما الزئبق في الاتش اللي انت بتدور عليه. المفروض ان الكلام ده يساوي الاتموسفير اللي انا من شويه قلت ان هو جيتش بصفر، وكان البي 1 اللي انا عارفه زائد الجاما الفلويد في ال 1.6 على الجاما بتاعت الزئبق هتتساوى مع الاتش اللي انت بتدور عليه. لو لاحظت هنا مثلا يعني ايه؟ هنقول له كده ممكن نقسم كله على جاما فلويد ماشي، يبقى بي 1 على جاما فلويد زائد 1.6 قسمتها على جاما فلويد وتحت على الاس جي بتاعت الزئبق صح ولا ايه؟ انا قسمته كله على جاما فلويد حصلنا على الاتش. طبعا دي معايا باكج كلها، دي واحد على جاما ودي 1.6 وجاما الزئبق كام يا شباب؟ اس جي الزئبق كام صحيح؟ ده ممكن ما علينا. شوف كده بقى ايه اسئله على الكيفيت جيت، ناخد واحده كيفيت كده واحده مش